ابني لوين رح تروح؟ سليم؟ سليم؟ يا ريت كان انقطع لساني وما حكيت له. إذا وصل معصب لعند ميران شو رح يعمل؟ أخ سليم أخ، أمورنا كلياتها فاتت ببعضها. يا الله ما لحقته. لك بنتي لا تستني هالفاضي، صارت معه مشكلة ولهيك سكر على بكير، ما بظن رح يرجع. بالله عن جد؟ طيب يسلموا ايديك، بتشكرك. منين طلع لي هذا هلا؟ ما كان وقتك ابدا. أخي أهلا وسهلا. أهلين فيكي، كيفك حبيبتي؟ أنا منيحة، وعمر كيفه؟ عمر منيح، كنت بدي جيبه بس نيسان تعبانة شوي وما قدرت تجي معي. عم يكبر بدون ما أشوفه، يا ريتك جبته معك، ولا كتير اشتقت له أخي. تعرف بدي أرجع على البيت لعندكم، أنا بس بدي أشوفه لعمر. لا تاكلي هم، عن قريب رح تطلعي ووقتها بتشوفيه قد ما بدك. منيح يلي اجيت لعندي، عم بتطلع على الباب كل اليوم. انا كتير ضايق خلقي هون واشتقت لكم كتير. وانا اجيت اليف، بعدين قلت لك اني ما رح اتركك لحالك، ضل شوي اصبري، ان شاء الله رح تطلعي عن قريب ورح نرجع مره تانية لبعض. مرحبا، يعطيك العافيه. سيد سليم اهلا وسهلا. اهلين فيك، كيفك؟ تمام. أنا أجيت مشان موضوع الورثة. إيه ماشي، تفضل أقعد. لا ما رح أقعد، بس جاي لوقع وأنهي الموضوع. طيب مثل ما بتحب. طالما جاي ومستعجل هيك فأكيد ملتقي مع ميرال خان. ما في داعي ميرال خان ومتقول شي، أصلاً أنا ما بدي هالبيت بنوب. يا ريت تستعجل شوي لأنه بدي أخلص من القصة بأسرع وقت. عن إذنك شوي. ألو نعم أمي. ابني طلعت من البيت بسرعة وما قلت لي شي، وينك أنت؟ أنا عند المحامي وإجيت لعنده لحتى أنقل حقي بالبيت لأسيل. إيه الحمد لله، لأنه أنا فكرتك رح تروح لعند ميرال. خلص ابني، معناتها كمل شغلك. ماشي أمي، يلا بشوفك. طيب أخ ميرال، أخ مشان طمعك بالمصاري والأملاك رح تنزعي علاقة الأولاد ببعض. مالك فهماني شو اللي عم تعملي؟ إيه؟ سليم معه حق يعمل هيك، لأنه ما قدر يتحمل الحكي اللي حكيتي. أنا عم حاول ضبط العلاقة بيناتهم ورجعهم، وهي عم تخرب القصة. خالته جبران؟ وين سليم؟ فهميني شو اللي صار؟ من هلأ ما ضل لك أي حق بالبيت يا سيد سليم، يعني البيت كله صار لأسيل خانه. طيب شكراً لك، يسلم. شرفت.
أكيد صاير شيء مو هيك؟ خالتي في شيء؟ لما سليم أصر علي حتى يعرف شو صار قمت قلت له الشيء اللي قالت لك يا ميرال. قام هو بعدين حمل حاله وراح. اتصلت فيه قال إنه هو بمكتب المحامي راح لعنده ليوقع الأوراق المتعلقة بالوردة. كله بسببها هي. يعني سليم رح يعطي البيت لخالتي؟ لك آخ آخ، بسببها انقطع الخيط الوحيد اللي بيربطني بسليم. بس أنا بعرف شلون رح حاسبها. بنتي وقفي اهدي شوي، يلي صار صار، القصة مو مستاهلة تروحي وتتخانقي مع ميرال وتضايقي حالك. لا تدخلي حالك بهي القصة خالتي، هاي الشغلة بيني وبينها. خالتي هي اللي تجاوزت حدها ولازم إنه حدا يوقفها. أخ يا ميرال، أصلاً كان مبين إنه هذا يلي رح يصير، كركبتينا كلياتنا. البيت هو الوحيد اللي كان بيربطنا ببعضنا. انت هيك خسرتيني اخر شي بيدي. بعد اللي عملتي سليم ما رح يرجع. كيف بتعملي هيك فيني؟ كيف؟ اهلا وسهلا سليم. البيت صار باسم اسيل والوراق موجودين بالملف. يا ابني لك لا تفهمني غلط، حقي فكر بولادي مو؟ والا انا ما في شي بيني وبينك بنوب. لا أنا فهمانك منيح خالتي ميرال، بس اللي ساويتيه ما بليق فيكي. عائلتنا بحياتها كلها ما كانت عايشة على كتاف غيرها، عشنا مع بعضنا كتير، معقول لهلأ ما عرفتينا؟ شو هالحكي هذا ابني؟ يعني شو الشي الغلط بكلامي؟ حتى لو أنت ما حكيتي أنا ما رح أقبل البيت أصلا، لازم تعرفي هالشي منيح. بس دائما بتفكري بالأمور غلط وبتتهمينا كأنه حاطين عيننا على بيت أسيل. ليكي خالتي ميرال، الإنسان ممكن يتحمل كتير بس بالنهاية رح يجي يوم وينفجر، وأنا بالنسبة لألي هالشغلة كبيرة. سليم لك صدقني فهمتني غلط، أنا قصدي سليم. منحكي بعدين لو سمحتي. سليم والله بعرف انه مزعوج كتير، بس صدقني هالموضوع ما لي علاقة فيه بنوب، وهذا البيت ما بيهمني ابدا. بعدين انا بالنسبة لي ما في شيء اهم منك. طيب اسيل طيب. صدقني انا حذرت انا ما تحكي بهالقصة، وكمان قلت له اصحك تقولي اي شيء لسليم. قلت له كل شيء معي لسليم بس ما ردت علي وعملت اللي ببالها. سليم والله اسفة. انت ما لك اي ذنب بنوب بعرف، وما في داعي تعتذري. ما تاكلي هم كل هالقد، أنا عملت اللازم وأكيد من هلأ ورايح ما عاد حدا يضايقك بالقصة. سليم مالك مضطر تساوي هيك؟ ماشي أسيل بعدين بشوفك. غيث انت اجيت ابني؟ اهلا وسهلا. عملتي اللي ببالك ما هيك؟ انبسطتي هلا لانك خربتي لي حياتي؟ اسيل اهدي شوي بنتي، انا ما عملت اي شيء سيء، انا بس حاولت احفظ لك حقوقك مشان ما حدا ياخدها. ورح تشوفي
بالمستقبل أكيد رح تتشكريني كتير. على شو بدي أتشكرك؟ على شو؟ بدك يعني أتشكرك لأنك خربتي علاقتي مع أقرب الناس لي؟ ولا لأنك فصلتي بيني وبين سليم على آخر؟ ولا لسرتك للأمل الوحيد عندي إنه سليم يرجع لي؟ ولك أنت ما عم تفهمي، هذا البيت كان رح يربط بيني وبين سليم، ويمكن كان رح يسامحني، بس بسبب محبتك للمصاري خسرته لسليم للأبد، وهلا ما عاد يرجع لي أبداً. مبسوطة مو هيك؟ انبسطتي باللي عملتيه؟ بكفي بقى، لك أنت خسرتي لسليم بسبب الغباء تبعك. ليش عم تتهميني إلي بقى؟ كان لازم تفكري قبل ما تلعبي هيك ألعاب معه ست أسيل. ليكي، أنا كنت واقفة معك وعم صلح لك مشاكلك، هيك بتكافئيني؟ يا عيب الشوم عليكي. لا تحاولي تتهربي أمي، هلأ بدك تروحي وتعتذري من سليم وخالتي بأسرع وقت، فهمتي شو قلت؟ بدك تروحي تصلحي غلطك معهم. لك شو صار لك أسيل؟ ليكي، الشي اللي عملته مزبوط. تعرفي شو يلي كان رح يصير فيكي؟ لو أنا ما منعته لسليم كان رح يحط إيده على مصاريكي ويعيش هو وسارة مبسوطين. لك انتي رح تجننيني، انتي ما بتحبي غير المصاري. الله ياخذني، انا بكره الارض اللي بتمشي عليها، بكرهك. عم تفهمي انا بكرهك؟ رحت لعند بياع الذهب وكان مسكر، والوقت اللي عطاني اياه خلص. معقول يكون باع الاسواره؟ اذا باع بيكون مشي الحال. ساره شو نعمل؟ مو طالع بايدنا شي. مزبوط معك حق، بس ما بعرف اذا بقلك ما زعلت بكون عم بكذب، لانه قيمتها ما بتتعوض بنوب، وانا كنت بحبها كتير. ساره بدي قلك على شغلة، بس لا تزعلي مني. إذا الشغلة بتزعل لا تحكي هاجر، لا تقلبي وشك، خلص قولي اللي بدك تقولي. يلي بدي أحكي إنه من أول ما بلشت الشغل بالبوفيه وأنا حاسة إنه الأستاذ سليم عم يتقرب منك أكتر. عم اكذب شي؟ يعني هو ما عاد ترك البوفيه بالمره، وكل ما بتحتاجي لاي شي بتلاقيه عم يطلع بوشك فورا. برايي هو عم يتقرب منك. يعني كانه ما بتعرفي الاستاذ سليم بنوب هاجر، وهالشي مو بس معي بيعمله، اي واحد بيحتاج مساعده هو بيساعده فورا، لانه الناس اللي مثل سليم هيك اطباعهم، ومشان هيك ما بيقدروا ما يعملوا هيك بنوب. يعني أنا قصدي قلك إنه ما عم يتصرف هيك مشاني، هو عم يحاول يساعدني ويساعد علي على قد ما في، بس هيك الموضوع. أنا ما بظن إنه القصة هيك، بس انسي. آخر مرة بسألك مين أنت؟ هلأ جاوبتك على السؤال. أنا اسمي جابر أزادي، وما لي أي علاقة فيهم بنوب، هنن اللي جابوني لهون بالزور. لك ليش ما عم تصدقوا؟ هددوني حتى أعمل هيك. طيب مين اللي هددك؟ ما بعرفهم، يمكن هنن أعدائكم. أنا كنت بدي روح على تركيا، بس قبل ما أقطع الحدود مسكوني وحبسوني فترة عنده. وجابوني على المكان هاد. طالما عم تقول انك مو منهم معناتها رح يدلني على المكان يلي متخبين فيه، وانا رح روح واعمل لهم مفاجأة.
بحلف لك انه ما بعرف وين. ضربوني على راسي وبعد هيك فقدت الوعي، ولما صحيت لقيت حالي بالسجن، وبعدها مثل ما قلت لك جابوني لهون. الله وكيلك ما بعرف وينهن. اصلا لما فتحت عيوني لقيت حالي محبوس عندهن. حاولت اهرب من بين ايديهن قبل ما اطلع من هذاك المكان، اجوا كمشوني وبعدها جابوني لهون فورا. خليكن عم تعذبوه لحتى يبطل يخترع قصص بلا طعمه. يا اخي انا والله ما قلت لكم شي غير الحقيقه، حرام عليك ليش ما عم تصدق. بعت كتير من هالبطاقات، وان شاء الله يلي بقيوا بيعن اليوم. يسلموا ايديك رجائي، اشتغلت كتير بهالموضوع، وان شاء الله ربنا بيعطيك مقابل هالشغل هاد. ان شاء الله شيخي امين، بس الله يخلي الاستاذ سليم ويحفظه، بفضله كلياتنا عم نعمل عمل خير. شيخي هدول الاولاد كمان بحاجه للمساعده، بس على القليله هدول موجودين معنا والحمد لله عم ندير بالنا عليهم. بس اللي بهديك الضياع ظروفهم اصعب بكتير يا شيخي، عم نشوفهم بالتلفزيونات اكتريتهم ما عندهم كندره يلبسوها. الله يكون بعونهم كلياتهم. رجائي شو رايك نعمل شغله تانية؟ سليم مو رح يبعت كتب لهالولاد؟ طالما رح نبعت ونبعت، ليش ما منفتل على أهل الحارة وحتى المحلات ومنشوف إذا في عندهم جواكيت أو طواقي أو أحذية وكمان منبعت لهم إياها؟ شو رأيك؟ الله يحميك ويحفظك يا شيخي، والله برافو عليك. شو هالفكرة هاي؟ خليهم يتدفوا شوي بهالشتة. لوين رجائي؟ اشتريت بوت جديد من وقت قريب وما عم ألبسه لأنه عم يضايقني، فرايح جيبه من البيت هلأ. أي بس ليك مر لعند الأستاذ سليم. ماشي. وهو رح يقلك وين تاخد هالغراض. سمعتني رجائي؟ سمعتك سمعتك. بس لحظة حضرة المحامي. ليك ما بكفي بس إنه ينتقل هالبيت لأسم أسيل. ميرال خانوم يلي بدك إياه صار، فهميني شو بدك لسه لحتى أعمله. البيت كله باسم أسيل خانوم. حضرة المحامي هالبيت مو من حقه لأسيل بنوب. هارون مسجل كل الأملاك يلي عنده باسم بناته وحتى هالبيت إلهم. لا ومو بس هيك، تارك لهم أرصد كبيرة بالبنك محرم يلي عم بيصير فيني وبابني. آه فهمني حضرة المحامي، أنت برأيك توزيع الورثة هذا صح شي؟ أعطيني رأيك بالموضوع لو سمحت. يلي صار اسمه عادل حضرة المحامي؟ ايه بس انا شو اعمل ميرال خانوم؟ كل شي صار حسب رغبة السيد هارون، وبعرف انه حصتك اقل من حصتهم، بس الحصة يلي اخدها ابنك غيس كتير منيحة، وانتي بما انك امه اذا اكتفيتي بهذا الشي فرح ترتاحي. ايه لا يا سيدي انا مو غبية ابدا حتى ارضى بالقليل، وبدي من البيت يلي بكلانجا والمصاري يلي بالبنك حصتي منهم. انا يلي كبرت هالولاد، أنا كبرتهم وتحملت كل هالهم والعذاب. برأيي ما في شي تساويه بنوب. رح حاكيك بوضوح حضرة المحامي، أنت على الأقل بس جيب لي حصة من مصاري أسيل يلي بالبنك وما رح أنساك أبداً. بالوقت الحالي ما في عندي حل بنوب، بس خليني شوف شو ممكن ساوي بالأول ومنحكي، بركي بلاقي طريقة لأعمل يلي عم تطلبي. ليك شكلنا بلشنا نفهم على بعض على الأغلب، بعدين تعرف بالقانون منيح إلا ما يكون في شي صغرة هيك أو هيك. ما بوعدك ما رح تندم أبداً أستاذ، بس نصيحتي إليك إنك تخلي علاقتك مع أسيل خانوم منيحة، لأنه بنظر القانون هي الوريثة لإله. إيه طيب يلي تحملت كل هالسنين ممكن تتحملها شوي تاني كمان. إيه حضرة المحامي أنا عم بستنى منك أخبار حلوة، يلا مع السلامة. شو وين اختفوا هالجماعة؟ بسم الله. نهيت المشاكل مع أسيل، وبيت كالنجا صار كلياته باسمها هلأ، والخالة ميرال كمان ما عاد تقدر تضايقنا بالكلام تبعها. بس أنا لسه لهلأ عم أرجف رجف، وكل ما بيخطر الشي اللي قالته على بالي بحس حالي رح جن. هالمرة ما فيها أخلاق. ما بدي أحكي شي بنوب، الله بيعلم بالنفوس،
خربت بينك وبين أسيل ونزعت علاقتكم، وهذا يلي متضايقة منه. يلي بيني وبين أسيل الخالة ميرال ما لها علاقة فيه بنوب. حتى لو كل هذا ما صار، أنا ما كنت عم فكر أني أتجوزها أبداً. لا تحكي هيك ابني، عم اتضايق كتير من هالموضوع. أمي بترجاكي لا تتضايقي، لأنه أسيل كذبت علي، وأنتي رغم هيك عم بتفكري أنه أنا ممكن أتجوزها؟ أمي أنتي بتعرفي أنه ما رح نكون مبسوطين. أسيل ندمانة كتير، البنت هلكت حالة من الزعل. بعرف أنه هي كذبت عليك، بس تعلمت من هالدرس. سامحها يا ابني، وبعرف أنه قلبك كبير. أمي بالأساس أنا سامحتها لأسيل، وما عندي تجاهها أي حقد أو كره بنوب صدقيني، وإذا كان في إلي أي شي عندها فمسامحها. شايف قديش هي زعلانة أمي، ولهيك رح أعمل يلي بيطلع بإيدي لخفف عنها. بس لا تطلبي مني أتجوزها، الزواج بالنسبة لإلي بيعني الصدق والعدل كمان، بس بعد الشي اللي صار أنا ما عاد فيني أتجوزها يا أمي. ابني اسمع كلامي، أنت بتعرف إنه حياتها لأسيل ما لها مزبوطة بنوب، وإذا أنت كمان هلأ تركتها هيك بحياتها ما عاد تقدر توقف على رجليها. وإذا لسه في إلي خاطر عندك، وإذا ما بدك تخليني اتضايق، ارجع لأسيل وتجوزها. سليم خير؟ شو من إمتى كنا نحكي من ورا الأبواب المسكرة بهالبيت؟ يلا حكولنا شو عم تخبوا منشان نعرف. معقولة هالحكي يا عثمان أفندي؟ أنا كنت بدي بلش بالطبخ، ومشان ما تفوت الريحة لجوا سكرت الباب. تفضل عود معنا. يلا عن إذنكن رايحنا بهالوقت هاد؟ بابا أنا تعبت كتير اليوم، مشان هيك لا تواخذني. إيه طيب ماشي، الله يهدي لك بالك. تسلم بابا. شكرا خانو. ما في شي بنوب عثمان أفندي، كنا عم نحكي أنا وسليم شوي. لا لا لا، عم تصير شغلات أنا ما بعرفها وحاسس فيها من كم يوم، بس عم استنى حدا فيكن حتى يجي ويحكي لي. اسمعيني، إذا كان في أي شي عم تخبوه عني فلا تطولي القصة كتير واحكي. يييي ليش هالحكي؟ بالعادة أنت اللي بتقلي بلا هالأوهام هاي. ما في شي يا عثمان أفندي، يلا يلا فوت لجوا مشان ما تعلق الريحة بأوعيك. يلا. أستغفر الله أستغفر الله. شو عم يكتب الأستاذ؟ ما بعرف. أستاذ شو عم تكتب شعر؟ شو يا رأفت، أنتو من أمتى بتراقبوا الناس بهالطريقة هاي؟ لا تواخذنا، تعالوا عدوا. أستاذ أنت بتكتب شعر مو هيك؟ ليش ما نقرأ شعرك بالأمسية؟ لا شو هالحكي يا شباب؟ ليش أستاذ؟ وين المشكلة يعني؟ هاي الفكرة حلوة. لا ما بصير، يلا رن الجرس روحوا على الدرس يلا بسرعة. ما كان يخلص سلام، اصلا ما كان ناقصني هلا غير اطلع وراضيه. اوف والله جاي على بالي كبه صينيه على راسها. تحملي ميرال، حتى لو ماله عاجبك انت مضطره تحسني. علاقتك مع اسيل وشوي شوي توصلي لحقك، اذا بدك هالمصاري وهالاملاك
فلازم تسيطري على أعصابك، ما في حل تاني. آخ يا هارون، أنت شايف يلي عملته؟ إن شاء الله ما بترتاح بقبرك أبداً. في معي تلتين ساعة حتى أروح عند الصايغ وأرجع، إن شاء الله ما بيكون باع الإسوارة. شو سارة خانم الظاهر رايحة؟ أي نعم، ما في معي وقت كتير وبدي أرجع قبل ما الطلاب يطلعوا. ما رح أخرك كتير. أستاذ لو سمحت، أنا لازم أطلع بسرعة، منحكي بعدين. سارة خانم، كنت بدي أعطيكي هي. يعني ما حبيت إنه صايغ يبيعها. أنا قمت من بالي من زمان وما في داعي، عذبت حالك على الفاضي. بس أنا ما قمت من بالي، لو سمحتي خديها. رح أتركها هون، بتمنى بشي يوم إني أرجع أكسب ثقتك وصداقتك مثل ما كنا بالأول. من بعد إذنك. ألو، نعم رجائي، أنت جنب المدرسة؟ طيب ماشي، يلا جاي لعندك. إيه ماشي، ليكني هون. أسيل، ليكي بنتي جبتلك شي سخن لحتى تاكلي، انتي من الصبح ما أكلتي بنوب، والله هيك ما بيصير. ليكي أسيل، صدقيني كل شي عم ساوي هو مشان مصلحتكم. بعدين حكيت مع سليم وفهمته ليش عملت هيك، والله حتى هو تفهمني أكتر منك. طبعاً أمي، سليم فهمك كتير منيح، وحتى عرف إنه ما بيقدر يتجوز بنت ربيانة تحت إيديكي. إيه والله هذا اسمه ظلم. بعدين أنت لساتك ما خسرتي لسليم. أمي بكفيه، كرمال الله ولا صوت. أنا خسرت كل شي بسببك، فهميني لسه شو بدك مني؟ بدك تاخدي روحي؟ تعالي خديها وارتاحي، وأنا كمان رح أرتاح. أسيل استني شوي حتى نحكي ونحل القصة. أستاذ، هدول كلياتهم آخر موضة، شايف هالبواط؟ مو لا بيفوتوا مي ولا تلج ولا طين حتى. رجلين الأولاد في عندهم عيد وما بيطالعوا ريحها. أوه شغلة. يسلموا رجائي، بفضلك الشباب رح ينبسطوا. يلا لكن خلينا ننزلهم بسرعة وأنا رح ضبهم. أستاذ أنا برأيي خلينا نكمل بالقصة ونساعد باقي المدارس كمان. أوه أستاذ سليم، شو نحنا ما رح نخلص من هالقصص تبعك؟ شو هاد يا أخي، شو هالبهدلة هاي؟ أستاذ يعني أنت ما عندك مشكلة هدول الأولاد ما يلبسوا بواط ويبردوا رجليهم، وحتى ما يلبسوا هالجواكيت ويموتوا من البرد بعده وما حدا يسأل عنهم؟ شو دخل هاي بهاي بقى؟ أنا ما قصدت هيك. أي طبعا أكيد ما رح تكون عم تقصد هيك، لأنه أنا ما رح أكون مبسوط نهائيا. انت هلا يا ريت تريح حالك وتفوت لجوا، ونحن رح ننظف المكان على المكتب. طيب بس شو يعني بس؟ بس اربطوهم منيحة يعني احسن. مزبوط، يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا حضرة المدير. يلا رجائي يلا. أستاذ شفتني كيف خوفته؟ أنت واحد أبضاي، شفته كيف هرب؟
كيفك؟ كنت رايحة أشوف خالتي. أي أيوه وخالتك ما راح تهرب، تعالي عيدي معي لشوف. يلا تعالي عيدي. ما شاء الله، شايف ما حد حملت العكازات وعم تمشي لحالك. الحمد لله، أنا صلي فترة منتبه عليك. بعرف أبوك مات وجرحك كبير، بس حاسس أنه صاير معك شي تاني. احكي لي على اللي مضايقك يا بنتي. لا عم عثمان، يعني شو اللي بده يضايقني؟ لا تاكل هم. انت عم تخبي عني، بس مبين على وشك متأكد انه في حدا ضايقك. ليكون سليم اذا عامل شي ومخليك تزعلي. لا عمو، سليم دائما بلاقيه جنبي، ولولا هو ما كنت رح اتحمل وفاة ابي. مثل ما قلت لك، ما في شي بنوب عمو عثمان لا تاكل هم. بنتي انت امانة ابوكي عندي، ولو كنت بنتي من لحمي ودمي ما بحبك هيك. وطالما أنا عايش بهالدنيا ما حدا بيقدر يجرحك أبدا، حتى إذا جرحك ابني ما برحمه بنوب. شكرا الله يخلي ليك. مثل ما أنت عم تشوفني بنتك وما بترضى أنك تفرقني عن أولادك، أنا كمان بشوفك مثل أبي اللي خسرته. اهلا وسهلا يا بدري المحبوب. لك يا ابني شو بدري، منين جبتها؟ شو ما عم تشوف بريدي مكتوب؟ يا اخي شو ساوي، ما عم اقدر ركز، اذا ركزت بقرا منيح. بس طيب ليش ما منجيب نسخه سهله من هاد؟ ايوه بفرد مره بنقرا الشرح، لا تضيع وقت، خلونا نكمل يلا. اهلا وسهلا يا بريدي المحبوب، هيا تعالى واعطني املا للروح. وايضا يا اخي ما عم تزبط معي، مو بس هيك، لو انا بحب وحده بحياتي والله ما بكتب لها هالشي، لانه هي ما رح تفهمه ابدا. حبيبي الناس اللي بايامها هيك كانوا يفهموا، الشعراء اللي بايامنا بيكتبوا باللغه اللي نحن بنفهمها وهن هيك. رجاك سامحني، سامحني لأني كذبت عليك. بس لو بتعرف هي البنت اللي بتحبها وعم تقلها بنتي، لو تعرف شو مساوية. أنا كيف بدي أعيش مع عذاب الضمير؟ كيف بدي أطلع بوشك؟ تمام، بتشكرك على المساعدة سارة خانم. ما عملت شيء، عن إذنك رح كمل شغل. طبعاً طبعاً. أستاذ، إذا عطيت علي شعر تاني بيكون أحسن إلنا كلنا، لأنه مصيبة إذا قرب الأمسية بهالطريقة هاي. أستاذ هذا ما عم يركز، رحمه شوي. والله يا أستاذ شو ما قالوا رفقاتي عني معهم حق، لأني أنا ما عم أفهم يلي عم أقرأ حتى أقدر فهم العالم. أستاذ ليش ما بقرأ واحد من الأشعار يلي كتبتهم أنت؟ ما بيمشي الحال؟ إيه والله حلوة الفكرة. هالشي ما رح يصير يا شباب، أنتوا لازم تقروا الأشعار القيمة للشعراء الكبار، والشي اللي أنا كاتبه قدام كتاباتهم يعتبر ولا شي. يلا لشوف، لا حدا يتهرب، اشتغلوا عليهم. طيب عندي فكرة تانية، مناخد دفتر الأستاذ وهنيك منفاجئه، شو رأيكم؟
خالتي، أنا تعبانة كتير، ما عاد عم بقدر أتحمل قلبي موجوع. بنتي تعالي فوتي لجوا. زعلتي اللي بيحبوني وكذبت على الكل، بعرف إنه سليم ما راح يسامحني. يا روحي لا تقولي هالحكي، هيك بتتعبي حالك. يلا فوتي لجوا بلا ما حدا من برا يسمعك. ما عاد عندي شي يخسره خالتي، يلي بده يسمع يسمع. أنا كذبت حتى على عمو عثمان، أنا كيف بدي أعيش مع هالألم وعذاب الضمير خالتي؟ رح تمضى بنتي، هالشي كله بيمضى، الله كبير، لازم نصبر ومع الوقت بيتحسن كل شي. يلا فوتي لجوا، يلا تعي. قلبي متيم هائم وروحي على خلاف. استحلفتك بالله يا ظالم، أليس لديك من إنصاف؟ ارحم عاشقا حالم عاش لحظة الإيلاف. شو اللي عم يصير؟ غمزة؟ انت شو عم تعملي هون؟ مو على أساس انتقلتوا؟ لا ما قدرنا ننتقل. بس انت لا تقول لحدا أبدا، خليه يسر بيناتنا ماشي؟ ايه بس ليش ما عم تداومي إذا لسه ما انتقلتوا؟ لأنه في عندي أمور أهم هلأ. أول شيء أنا كبرت وما رح ضيع وقتي بالمدرسة، وقتي كتير مهم. هذا الشيء بسموه حرية شخصية، يعني ما حدا فيه قرر أنا شو يلي لازم ساوي، لأني إنسانة حرة وكمان بعرف قرر شو هو الصح وشو هو الغلط. هيك الحرية لك؟ حلو كتير، ممتاز، أنت باينتك عن جد كبرتي. إيه أنت شو يلي عم تعمله؟ شو هاد؟ هذا يمكن أنت تشوفيها فكرة مولدنة، بس نحن عم نعمل أمسية شعرية، وهذا الشعر اللي أنا رح أقرأ، والمصاري اللي رح نطالعها رح نساعد فيها مدرسة بماردين، يعني هذا عمل خير. مساعدة لك؟ هي الفكرة حلوة، بس خطر ببالك ليش المدارس هنيك بدها مساعدة؟ وليش دائماً الطلاب يلي هنيك فقرة؟ تعرف السبب الأساسي للموضوع؟ يا ابني بلا ما أبوك يعرف يلي صار، ويا ريت أنت كمان ما تبين له. لا تاكلي هم أمي. إيه؟ قولي لشوف شو عم تخبوه. ومنين جبت هالحكي عثمان أفندي؟ معقولة نخبي عنك شي لا سمح الله؟ شكراً، أنا ماني ولد وما فيكم تضحكوا علي هيك. أنتوا بهالكم يوم مو طبيعيين أبداً، وأنا شفت شو يلي صار فيكم بعد آخر زيارة لميرار خانو. شو يلي عم يصير معكم؟ يلا حدا فيكم يحكي لي. بابا أسيل بنتي احكي انت، شو يلي عم تخبوه؟ عمو عثمان
أنا كملي